بدي احكي بس عن ال train test split، الفانكشن المهمة حقيقة اللي قدموا لنا اياها الاسكي لارن، يعني سايكت لارن. فبنعمل امبورت لها، وكيف تشتغل هاي؟ هذه حقيقة تاخد مجموعة، تاخد مثلا نقول انا عندي اري هو مثل الماتريكس منظرها، اوكي. كل اوكي يعني مثلا المفروض تكون هي الفكرة واضحة، ولكن انا خليني اعمل سبلت او خلينا نطبعها بس على الاكس والواي نشوف شو قصتهم. يلا مكان الاكس مثلا انا عملت اري من هالنوع مبينة، هلا هي اذا بدي احولها ل يعني اذا بقول له برنت بتصير اوضح شوي. اوكي انا كمان مع اني عم اقول له اري اي مبلا، ما هلا صارت اري مزبوطة 100%. فعندي كذا لاين وكذا رو، 10 رو انا اخترت وثلاثة كولم، يعني هي اري بالمحصلة. طيب ف والواي نفس الشيء، يعني هذه مثل مجموعة، خلينا نقول مثل مجموعة فيتشرز، هذه فيتشر 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 فيتشر، كل واحد كورسبوند ل example أو sample. خلينا نقول مرق معي هالمصطلح example على كل الأحوال، وهون أنا اخترتهم A. فأول واحد عنده A، تاني A، تالت A، رابع A، خامس A إلى آخره. ولكن ما عجبتني هاي فاخترت بفضل خلينا نغيرها شوي، بس نغير ال values نتفة. إذا بنختار هيك values يطلع أحلى شوي لشغلنا. إحنا عادة بنعمل splitting بين ال train وال test، أوكي splitting بين ال train وال test. أنا سميتها هيك مثلا، هيك أحلى A B C D E F كذا J A B C D E F J. هنا فعلا المقصد إنه أول item من هون هو corresponds لهيدا. كان أحلى لو نشوف ال Y مسطحة، إنه قصدي مثلا هيك منظرها كولم، لأنه هي فعلا هي بالحقيقة بتكون كولم. يعني مثلا هيدا 1 A 3 هو عنده مثلا مثل هيدا شو كنا نسميه ال feature و label. فهيدا الليبل تاعه انا سميته A، الليبل سميته B، الليبل سميته C، يعني بيكونوا هيك كولم. ولكن هلا ما عندنا مشكلة، هو الاري بحب يعملهم، يعني الاري هو numpy array بالمناسبة. يعني انا كنت عامل له import هيك يعني from numpy import array نفس الشيء، هو هذا الاري هو هذا. فهو انا هلا بدي اقسمهم شقفتين، يعني مثلا يمكن اقسم اول 8 مثلا، ياخذ اول 8 وخلي بس 20%، اثنين البقايا هن لل هيدا. ولكن اذا انا بدي اعملهم راندوم فبستعمل هالفانكشن هاي الترين تست سيت، اوكي هيدا نعمله. فعملهم هو اف جي بي جي سي اي كذا هيك. طيب الراندوم ستيت هي 33 كل مره، هو عملهم راندوملي ولكن بيزد على هذا الرقم، ما بعرف هذا اسمه سيد، يمكن بالراندوم في شيء اسمه سيد او شيء هيك، من ما بعرف. ف كل مره حتى لو عملت له ران كذا ما راح يعملها بهالاسلوب هذا، يعني كل مره راح يكون تقريبا بريدكتبل. فينا نقول اوكي اف جي بي جي سي ما بتتغير، لو عفوا شو لو شو ما نعمل ما بتتغير. وينه هي وينه 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 هي. طيب بس بينما اذا هذا بمحيه، اذا هذا بمحيف اذا هذا بمحيف فبتصير predictable. يعني خليني هو خليني هون محيف مثلا، هي يعني شلت الراندوم ستيت، خليت بس التست سايز. هلا هون بصير عن جد راندوم، يعني مثلا اف اي دي اي وهي هيك اكيد لازم تكون هون اف اي دي اي، انا سميتهم هيك قصدا، حتى بس رقمهم مثلا جي اي اف جي جي اف جي دي اتش اي دي اتش اي بي بي. هول اذا هيدا كان الترين، هول التست هاللاينين، وهول الترين وهول الاثنين هن التست سي اي سي اي. لنقول انا عندي بدي اعمل 0.25 اصلا، نشوف شو بيعمل. ايه خلى واحد بواحد، يعني
انا كان اعمل له شو، كان اعمل له 25%، لا مش خلى واحد واحد، بالعكس 3 ب3، هي هون 3 هون و3 هون، انه ربعهم. فعطى الاولوية للتست، اوكي عطى الاولوية للتست مزبوط، لانه هيدي نسبة التست، تست نسبة التست، وعملها راوندينج او طلعت معه راوندينج على 3. اذا بعمل له 6 كمان حيعتبرها نفس الشيء، بعدهم 3. اما اذا بقول له 4 لنشوف كيف حيعملها، كمان دائما بيعمل upper round، يعني على ما يبدو، على ما يبدو هيك. اذا بنقول له مثلا 2 1 كمان بيعمل upper round، بيطلع دائما GHA تحتانيات. طيب اذا بنقول له تعال نكبرها شوي، له 3 1، يعني عمل راوند، لا دائما upper round، يعني 4 4 CDGH CDGH، ولا ينصح بعتقد اكثر من هيك، يعني اكثر من 33% ما منيح، يعني ممكن تلتين بتلت هيك شيء، بس ما تكتر. ف اذا حدو يبخل كتير بالهيدا، تعال نقول هيك ساعتها يعني خلي واحدة بس هاك الاحوال. فاذا بيعمل دايما upper round تناسبا مع ال مع النسبة اللي عنا اياها. طيب بعد في شيء خلص صار هني train test هذا هني train test بس. و ايه مثل العادة قبل ما اختم، تحية للمظلومين بفلسطين وباليمن.